بين جنبات مدرج الرازي بكلية الصيدلة جامعة عمر المختار في مدينة البيضاء، انطلقت الاحتفالية الخاصة باليوم العلمي للأشعة التشخيصية والعلاجية في ليبيا. اليوم العلمي هذا كان بصراحة استضافة في مدينة البيضاء، يعتبر خامس يوم علمي نحيوه احنا منذ سنة 2011. نحس ان في حضور، كان اقبال جيد جدا بصراحة من جميع مناطق ليبيا. المستهدفين كانوا سواء فيزيائيين، تقنيين، فنيين. المحاضرات كانت متنوعة بخصوص القياسات الإشعاعية، معدل التعرض للفنيين وكافة العاملين في هذا المجال، توفير الحماية ووجد سبل الوقاية في جميع المستشفيات التي تستخدم الأجهزة الأشعة. يوم علمي لكافة فني الأشعة بمختلف مدن ليبيا، يهدف لفهم التطور العلمي التقني والتكنولوجي وطرح ورقات عمل علمية من قبل المشاركين للمساهمة في تكوين رؤى جديدة وفتح آفاق المعرفة، خاصة أن أغلب أقسام المستشفيات والعناية لها الدور الأبرز في تحديد الإصابات وتشخيصها من قبل المختصين. في نهاية اليوم العلمي إن شاء الله حندور توصيات إن شاء الله توصل للمسؤولين بضرورة تفعيل الوقاية الشعاعية في جميع أقسام الأشعة، وهذا إحنا نسعى له دائما إن شاء الله كنقابة وكلجنة علمية في هذا اليوم العلمي. علاوة على ذلك، طلب الحضور نقابة الأشعة بضرورة لفت الانتباه من قبل الوزارة سواء في الجانب التقني أو حماية فني الأشعة من الإصابة بسبب ما يتعرض له خلال العمل وضمان الجودة في أقسام الأشعة. كما تم تكريم الرعيل الأول من البيضاء وبنغازي ودرنا وسبها والخروج بتوصيات من شأنها تطوير مجال الأشعة في ليبيا.